Good morning, everyone. I hope you all had a great first day of orientation and are feeling more excited about what's coming ahead. Today, we'll continue hearing the rest of the talks from our unit heads, giving you more insights into each department. If you have any questions, please feel free to ask, as we're all here to support you. So let's dive in and make today a meaningful step towards your success. نحن نرحب بكم اليوم التالي وسوف نستكمل اليوم سويا The Orientation عن باقي الأقسام ونتمنى أن تكونوا استفدتوا وتستفيدوا اليوم. Now let's welcome Professor Dr. Amr Osman, the freshman level coordinator, to give us more details about freshman year. والآن سوف نرحب بأستاذ دكتور عمر عثمان منسق المستوى الأول لمزيد من التفاصيل عن المستوى الأول. السلام عليكم. زي ما قلنا امبارح ان شاء الله هنتكلم النهارده في بعض البنود الخاصه باللائحه ونعرف بقى طريقه التسجيل وهنتعامل ازاي خلال السنه دي ان شاء الله يعني. اولا اللائحه بتاعتنا هي لائحه 23. اللائحه دي تم اعتمادها السنه اللي فاتت قبل العام الدراسي، وبالتالي كانت اول دفعه تبدا تشتغل بيها كان الطلبه اللي هم كانوا في سنه اولى السنه اللي فاتت. اللائحه دي كانت بتعالج بعض المشاكل اللي كانت في اللائحه اللي قبليها، بالتالي محتاجين نعرف برضو بعض النقط الاساسيه اللي تهمكم عشان تكونوا عارفينها من الاول. طبعا كليه الهندسه هتقدم ثلاث انواع من البرامج، اللي هي البرامج الرئيسيه التخصصيه المينستريم، والبرامج الدوليه اللي احنا فيها، والبرامج الماينورز اللي احنا قلنا عليها ودي بتتميز بيها اللائحه بتاعتنا. دي البرامج اللي عندنا في كريدت الاي شاب، وده اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح، وعندنا 38 مقرر ماينور متقسمين بقى بين ماينورز في ميكانكس وعماره وكهرباء وسيفل حسب المواد. المصروفات. المصروفات بتاعتنا بتاعت الدراسه بيحددها مجلس الكليه في بدايه كل ترم او بدايه كل سنه. المصروفات دي وقت ما بتدخل عليها بتفضل مكمل لغايه ما تتخرج، ما بتتغيرش. تمام؟ بيحسب سعر الساعه المعينه، يتم سداد المصروفات على اساس عدد الساعات اللي بيسجلها الطالب الفعلي، يعني انا لما اجي اقول انا سجلت ست مواد يبقى انا هحاسب على ست مواد، تمام؟ سجلت اربع مواد هدفع فلوس لاربع مواد، بس لينا ليميت 12 ساعه، يعني لو انا جيت سجلت ماده ما ينفعش اجي في ترم رئيسي واسجل مادتين. المادتين دول هيبقوا في حدود ست سبع ساعات حسب المواد، هي في مواد 3 كريدت وفي مواد 4 كريدت اورز. لا المينيمم بتاعنا 12 ساعة في الترم. تمام؟ بالإضافة طبعا لسداد مصروفات إدارية تعادل ساعة معتمدة لكل فصل دراسي رئيسي. التسجيل في البرامج. الطلبة بتوعنا في البرامج الدولية بيتميزوا بإيه أو هيتمتعوا بإيه؟ اختيار البرنامج عند الالتحاق، يعني أنت أول ما جيت كتبت البرنامج اللي أنت عايزه، من حقك تغيره. تمام؟ إمكانية تسجيل المقررات من المستوى الأعلى، أنت مش شرط أنت واحد شاطر شوية فخلصت الليفلز بتاعك وعايز تاخد مادة من الترم اللي بعديه، ده متاح برضه ليك. أقصى عدد للطلبة في المحاضرة عندنا 80 طالب. بنقسمهم في السكشن لـ 40 وأحياناً في المعامل لـ 20 كمان. فده بنتميز بيها البرامج الدولية. طبعًا إمكانية الحصول على الشهادة المزدوجة ودي الدول ديجري بتاعتنا أساسًا، كل البرامج دول ديجري، وكمان اللي إحنا نقدر نحصل على ماينورز في أحد البرامج زي ما إحنا قلنا. تمام؟ لغة التدريس عندنا هي الإنجليش، يعني كل الامتحانات وكل الدراسة وكل حاجة باللغة الإنجليزية، مفيش عندي عربي. تمام؟ ولغة الحوار بتاعنا أو النظام التعامل معانا هو نظام الكريدت أور سيستم، وكل مادة بتقاس بعدد معين من الكريدت أور سيستم، في مواد 2 كريدت أور سيستم، في مواد 3 كريدت أور سيستم، في مواد 4 كريدت أور سيستم حسب المادة. تمام؟ مستويات الدراسة عندنا أربعة ليفلز. عشان الطالب يتنقل من ليفل لليفل تاني لازم يكون عدى ساعات معينه معانا، فالمستوى الاول طبعا هو لسه ما خدش حاجه لازم يكمل 25% من المقررات، المستوى الثاني من 25 ل 50% من الساعات سوري. تمام؟ المستوى الثالث من 75 من 50 ل 75 بعد كده ان شاء الله في المستوى الرابع هو بيقفل يعني بيخلص بيتخرج بيكون خلص ال 100% معانا. عندنا ثلاث فصول دراسيه اساسيه. للفول المسميات بقى مهمه جدا عندنا. الفول سمستر، والفول سمستر ده هو الترم اللي احنا هنبداه دلوقتي. تمام؟ ده بيبدا
في نص في اخر 9. طبعا مجلس اعلى الجامعات هو اللي بيحدد ميعاده، وبيقعد 15 اسبوع وراه الامتحانات بتاعته. بعدين السبرينج سمستر دولت الترمات الاساسيه بيبدا بعد اجازه نص السنه طبعا، يستمر برده 15 اسبوع بعد كده الامتحانات. وبعد كده عندنا الفصل اللي هو السمر، وده اختياري، ده بنأكد عليها ان السمر كورس ده او السمر سمستر ده سمستر اختياري، يعني احنا ما نجبرش حد ان ايه انه يبدا يسجل فيه الكورسات بتاعته. تمام. مده الدراسه عندنا الحد الادنى للدراسه هو 8 فصول دراسيه، الحد الاقصى هي 8 اعوام اكاديميه عشان برضه يبقى الناس عارف. تمام. بنسجل قد ايه؟ بنسجل حسب الجي بي اي، والدكتور محمد كان قال كده امبارح، حسب الجي بي اي بتاع الطالب. عندنا لو الطالب الجي بي اي بتاعه طالب شاطر، بس طبعا احنا في الاول بنسجل حاجات معينه لان كله في النهايه لسه الجي بي اي ما اتحسبش للطلبه بتوع فريشمان. لو الطالب شاطر الجي بي اي بتاعه 3 فيما فوق، ده بيسجل لغايه 21 ساعه معتمده او 8 مقررات دراسيه. لو الطالب العادي المتوسط يعني 18 ساعه او 7 مقررات. لو الطالب يعني لسه ما خدش على نظام الكليه ويبدا كده واحده واحده، بنساعده برده اللي احنا بنقلل له في الساعات اللي بيدرسها، فبيبدا متاح ليه لغايه 14 ساعه معتمده او 5 مقررات دراسيه. الكلام ده في الفصول الدراسيه الاساسيه اللي هي الفول والسبرينج. انما في السمر، السمر عشان بيبقى مده الدراسه في السمر 7 اسابيع بس، بس السبع اسابيع دي تعادل 15 اسبوع او 14 اسبوع. الاسبوع عندنا في السمر 3 ايام، سبت حد اثنين ادي اسبوع، ثلاث اربع خميس ادي اسبوع ثاني. يبقى هو الاسبوع الواحد عندنا خد في الدراسه كانه اسبوعين، بالتالي مش هقدر اوفر لك 5 مواد، مش هينفع، مش هتعرف تجيب وقت للكلام ده. فالماكسيمم عندنا او العادي عندنا مادتين، لو الطالب شاطر ممكن يبقوا 3. تمام. انما في العادي في السمر هو مادتين. عشان الطالب يتخرج لازم يكون في بعض الشروط موجوده معاه. ايه هي الشروط دي؟ لازم يكون يكون كمل كل الساعات المطلوبه منه، ال 144 ساعه، ويكون الجي بي اي بتاعه فوق الاثنين. طب انا خلصت ال 144 وما جبتش الاثنين، بعمل عمليه اعاده، بقعد احسن شويه لغايه ما اجيب ايه؟ الاثنين وابدا اتخرج. لازم الطالب يكون ناجح في جميع المقررات التي ليها زيرو كريدت اور سيستم. احنا عندنا بعض المواد ماده بتبقى زيرو كريدت اور، يعني الماده دي زي مثلا التربيه العسكريه، ما ينفعش الطالب يتخرج الا ما ياخدها. هي ما بتتحسبلوش، هي بتتحسب له نجاح باصوا فين، وزيرو كريدت يعني ما يدفعش عليها فلوس، انما لازم خلال فتره الدراسه لازم يكون انتهى منها. لازم يكون عمل مشروع التخرج. كل الطلبه لازم بتعمل في اخر سنه حاجه اسمها جراديويشن بروجكت، كل واحد حسب البرنامج بتاعه. تمام. يبقى لازم مش هيتخرج الا لما يعمل الجراديويشن بروجكت، وعشان يدخل الجراديويشن بروجكت لازم يكون اجتاز 70% من اجمالي ساعات البرنامج. كمان الطالب عشان يتخرج لازم يكون عمل انتهى من التدريب الميداني. احنا طبعا بنوفر عمليه التدريب هنا، من عندنا منظومه خاصه وكامله للتدريب. لازم الطالب عشان يتخرج لازم يكون كمل منظومه التدريب اللي بيوفرها البرنامج بتاعه. تمام. عندنا بقى في شويه مسميات كده مهمه جدا. انا دلوقتي سجلت مواد وبعدين حسيت ان انا مش هقدر اشوف كل المواد دي، فانا عندي حاجه اسمها اد ودروب. احنا النهارده هنبدا في اول حاجه عندنا بنبدا نعمل عمليه ريجستريشن، تسجيل للمواد. سجلت لك سي 6 مواد، جيت قلت لي انا مش هقدر على 6 مواد، انا هبدا انا عايز يبقوا 5 بس. طيب عندي هنا مسميين ليها، حاجه اسمها اد ودروب، اد كورس او دروب كورس. الاد ودروب دي بتحصل خلال اول اسبوعين في الدراسه في الفصل الاساسي واول اسبوع في السمر. تمام. يبقى اول اسبوعين في الدراسه الطالب من حقه يعمل اد ودروب. طيب الميزه فيها لو عمل دروب للماده بيقدر يسترد فلوسها، هو كونش لسه دفع لان الفلوس الحسابات بتتحط بعد ان الدروب ما يخلص. تمام. يبقى بالتالي كورس ما اتحسبش عليه اساسا. تمام. اضاف الكورس خلال الاسبوعين دولت هيبدا بعديها يتحسب عليه الفلوس بتاعه، مفيش عندنا اي مشكله. طيب عندنا حاجه تاني بقى اسمها ويزدرو. ايه الفرق بين الدروب والويزدرو؟ هو التوقيت. الويزدرو يعني انسحب من الماده، انا جيت اشتغلت في الماده ولقيت ان انا مش عارف اكمل فيها، قمت جاي امتحان الميد تيرم في الاسبوع السابع او الثامن لقيت نفسي جبت درجات وحشه، مش عارف، في عندي مشكله في الماده دي، من حقي عشان ما يتكتبليش اف في الشهاده اللي انا اعمل حاجه اسمها ويزدرو.
الوزدرو دي معناها ان انا كاني ما درستش الماده، مش يعني ايه كاني مش هنقص اي حاجه فيها، بس الفلوس في الحاله دي انت تكون دفعتها. يبقى انت لو جيت خدت الماده دي تاني يعني احنا مش هنرجع لك فلوس، ولو جيت خدت الماده دي تاني يبقى انت مطلوب منك ان انت ايه لما تيجي تسجلها هتدفع فلوسها من اول وجديد. عندنا حاجه اسمها انكمبليت. دلوقتي انا طالب وقعدت الترم كله وكنت ملتزم وكل حاجه، وجيت يوم الامتحان حصل لي ظروف، ظروف قهريه يعني مش اي ظروف طبعا، ظروف انا جاي تعبت وانا جاي حصل حادثه في الطريق مش عارف ايه اللي حصل، ما عرفتش اجي الامتحان وانا جايب حلو قوي في السمر في الترم كله. طب هعمل ايه؟ بتيجي تعمل طلب رسمي معاك اثبات باللي انت الظرف اللي عندك، ويبدا يتعرض على اداره الكليه، لو قبل العذر ده بيبدا يتحط لك الماده دي اسمها انكمبليت. يعني ايه انكمبليت؟ انكمبليت دي معناها ان انا هحتفظ بكل درجاتك اللي انت جبتها خلال الترم، هحتفظ بكل درجاتك اللي انت جبتها خلال الترم، وهخليك تمتحن الامتحان ده في اول اسبوع في الترم اللي بعده. يبقى اذا الانكمبليت محتفظ بكل اعمال السنه بتاعتك، اعمال السنه عندنا 60% والفاينل 40، فانا محتفظ بكل درجات اعمال السنه بتاعتي، بس هديك فرصه، بس ده لازم يكون عذر رسمي من اداره الكليه موافقه عليه، هديك عذر لغايه تمتحنوا اول اسبوع في الترم اللي بعده. طب ما امتحنتوش، خلاص يبقى فيل، مش هقدر اديك فرصه ثانيه ليه. انا اديتك فرصه واحده، لو ما حضرتش الامتحان بتاعها في اول اسبوع في الترم اللي بعده، يعني لو العذر ده كان في الفول هتمتحنوا اول اسبوع في السبرينج، لو كان في السبرينج هتمتحنوا اول اسبوع في السمر، تمام؟ غير كده خلاص لو ما حضرتش في الوقت المحدد يبقى انت بالنسبه لك هتعتبر الماده دي فيل او راسب، تمام؟ في ناس بتحب تعيد الماده بهدف التحسين، انا عايز اعمل امبروف للماده، محتاج ان انا جايب فيها مثلا سي سي بلس، وانا محتاج انا عارف ان انا لو عدتها هجيب فيها ايه، خلاص ما عندناش مشكله، يبقى انا هعمل هنا ايه امبروف للماده. طب انا اللي اجبرتك تعمل امبروف؟ انت اللي بتعملها من عندك ولا لا؟ ما انت ناجح في الماده، انت اللي طلبته ولا لا؟ يبقى في الحاله دي انت في حاله التحسين او الامبروف انت هتدفع ثمن المقرر عادي كانك بتاخده تاني، وبتاخد في الحاله دي ركز بقى معايا، وبتاخد الجريد الاعلى، وبتاخد الجريد الاعلى. طب لو انا بعمل امبروف سقطت هاخد السقوط، يبقى انا باخد الجريد الاعلى، حلو، باخد الجريد الاعلى لو جبت الاعلى. طب سقطت في التحسين بيتكتب لك اف، خلاص هي كده فرصتك فيها راحت، تمام؟ لو الطالب سقط في مقرر لازم يعيده، ويبقى في الحاله دي الماكسيمم ليه هو بي بلس، الجريد الماكسيمم فيه هو هيبقى بي بلس، مش عارف ياخد اكتر من كده. تقييم الطلاب عندنا، التقييم ما يعتمدش على الامتحان الفاينل بس، احنا عندنا 60% اعمال سنه و40% على الفاينل. اعمال السنه دي بتشمل امتحانات الميد تيرم، كل ماده ليها نظامها، بس تشمل امتحانات الميد تيرم، الكويزز، الاساينمنت، لو في مشاريع جوه الماده. يعني 60 درجه دي نشاطك خلال حضورك طبعا السكاشن والمحاضرات والمعامل، 60 درجه دي هي نشاطك خلال الترم. نيجي امتحان الفاينل عليه 40%، يبقى المجموع بتاع اي ماده كام؟ 100%. طيب جيت خدت 60 من 60 في اعمال السنه، وجيت في الامتحان النهائي فاضل لي فيه، انا كده جايب 60 من 60 يعني ايه؟ ما انا نجاح عندي من 60، يبقى انا كده ناجح ولا لا؟ جيت في الامتحان النهائي او الفاينل ما جبتش 40% من درجه الورقه، يبقى في الحاله دي هسقط في الماده. 40% دي معناها كام درجه؟ درجه الورقه 40 درجه، 40% منها يعني كام؟ 16، يبقى انا لازم اجيب في امتحان الفاينل اقل حاجه 16، اقل من 16 حتى لو مقفل اعمال السنه الماده دي تعتبر بالنسبه لك ايه؟ ما ينفعش تنجح فيها. طيب جبت اعلى من 16 وعندي اعمال سنه مش 60، يبقى النجاح عندي من 60%، الدرجات بتاعتنا بتاعت النجاح هي من 60%، خلاص؟ يبقى الطالب عشان ينجح في اي مقرر لازم يكون جايب 60%، وده الجدول اللي الدكتور محمد عرضه امبارح، اللي هو جدول الجريدز بالجي بي اي، تمام؟ زي ما انت شايف كده احنا عندنا تو جريدز شغالين في جي بي اي 4، اللي هو ايه؟ A بلس و A. A بلس ده من 97% فيما فوق. طب الايه؟ من 93% ل 97، يعني اذا انا لو جبت 93% في الماده جايب جي بي اي 4.
تمام؟ جايب جي بي اي 4، طيب جبت من 89 ل 93 هتبقى ايه ماينس؟ الجي بي اي بتاعي كام؟ 3.7. تبدا بقى كل شويه معايا لغايه اخر حاجه اقل من 60% ايه؟ اف، وتكتب لك في الترانسكريبت بتاعك اف اللي انت كده ايه؟ ما عدتش الماده. يبقى انا النجاح بتاعي من 60. كل شويه كل ما حالة كل ما الجريد بتاعي يتغير لغايه ما اوصل ل 93، يبقى انا الجي بي اي بتاعي كام؟ بدايه من 93 الجي بي اي بتاعي 4، وده مش صعب، سهل جدا، مش سهل جدا بس يعتمد عليك. لو هتذاكر الموضوع ده سهل، انما هتلعب، عشان انا عندي دايما كلمه بقولها للطلبه عندي، على قد ما هتشتغل هتلاقي، هتشتغل كتير هتلاقي كتير، هتشتغل قليل هتلاقي قليل، مش هتشتغل خالص مش هنجحك اكيد يعني. فانت اللي بتاع كل الكلام ده بيعتمد ايه؟ عليك انت. خلاص؟ طيب ده كان الحاجات اللي انا كنت عايز اعرفها لك بالنسبه للائحه. عرفتك يعني ايه ادو دروب، يعني ايه انكمبليت، يعني ايه الكلام ده كله. طيب انا بقى عايز اتعامل معاك. يبقى احنا عندنا منظومه ادفايزنج. احنا بالنسبه لطلبه فريشمان عندنا 6 أو 7 ادفايزرز. تمام؟ هنوزع الطلبه بتوعكم او الطلبه بتوعنا بتوع فريشمان على 6 أو 7 ادفايزرز. زي ما قلت لكم امبارح، انت لو دخلت على السيستم هتلاقي اسم الادفايزر بتاعك. تمام؟ الادفايزر ده هو المسؤول عني خلال هذه السنه. هو اللي هيتابعني في كل حاجه. طب انا هقابل الادفايزر ازاي؟ في عندنا اكتر من طريقه. انا موجود عايزه في حاجه ايرجنت. مش يعني خلاص انا مش عارف اروح الكل، انا محتاجه دلوقتي وانا في البيت، ممكن ابعت له ميل ونعمل تيم ميتنج. تمام؟ نعمل ميتنج اونلاين، ما عنديش مشكله، انما الاساس عندي ايه؟ اللي انا اجي له في الكليه. وزي ما انا قلت احنا كل الادفايزرز بس ليها ميعادين ثابتين محددين انت ما عارف مكانهم فين. حاجه اقول لك مثلا انا يوم الاحد من الساعه 10 للساعه 12 موجود في اوضه الادفايزنج دي. يبقى انت عارف ميعادي اللي انا موجود هنا. غير كده هتلاقيني موجود في الكليه بعت ميل زي ما هنعرف بعد شويه، وهقول لك انا موجود فين وتعالى ونتقابل ونحل المشكله. عشان كده بنقول مش عايزين اي مشكله تتراكم. عندك مشكله تعالى حلها على طول، قابل الادفايزر بتاعك وحل معاه المشكله. لو انا عايز اعمل ريكويست، في فورم في شؤون الطلبه للريكويست، طلب عايز اعمل انا حصل لي ظروف وعايز اعمل معايا شهاده مرضيه مثلا وعايز اعمل عذر عن الاسبوع ده. مش انا اللي هقدر، كل واحد امبارح قالوا فيه صلاحيات، فانا كل اللي هعمله ايه؟ هتكتب العذر وهتكتب الريكويست وهتعمل ترفق معايا الحاجه اللي بتدل على كده وهتكتب طلب. هنعمل ايه بقى؟ هنعرضه على اللجنه التنفيذيه، هي هتشوف الكلام ده صح ولا غلط. ساعتها لو اتقبل العذر هنعفيك من اللي انت كاتبه. ما اتقبلش خلاص يبقى انت ايه؟ ملزم معانا. خلاص؟ يبقى الادفايزر معاك مهم جدا، لازم تتقابل معاه. هيتابعك في خلال السنه، هيبقى عندك حاجه اسمها فيرست جروب ميتنج وسكند جروب ميتنج، ده لازم تحضره. جروب ميتنج يعني انا دلوقتي ادفايزر معايا سي 50 طالب، يبقى ال 50 طالب دول يحضروا مع بعض. بالاضافه لكده انا هعمل او كل ادفايزر هيقابل الطالب بتاعه، انا هطلب اللي انا قابلك على الاقل مرتين في السنه. انت بقى عايز تقابلني براحتك. يعني مرتين في الترم، عايز تقابلني تعالى ابعت ميل هنقول شوف بس الطريقه ازاي ونحدد معاك ونتقابل، مفيش اي مشكله. بحيث ان احنا زي ما قلت لو في مشكله نبدا ايه؟ تتحل معانا. ازاي اسجل كورساتي او ازاي اتعامل هنا؟ اول حاجه عندك في الكليه دي من ساعه ما جيت عملت ادميشن اتبعت لك ميل. الميل ده فيه ايه؟ الميل ده بيقول لك ده الميل بتاعك 24B كذا @eng.asu.edu.eg. الميل ده هو لكل وسيله التعامل بيني وبينك. ده اسمه الميل الرسمي او الاوفيشال ميل. تمام؟ ده ايه؟ ده كل واحد فيكم ليه ميل مختلف عن التاني، يبقى انت لو بعت لي ميل منه ده معناه ايه؟ حد يعرف يدخل على الميل ده غيرك؟ ما حدش يعرف يدخل على الميل ده غيرك، يبقى الطلب ده طلب رسمي ولا لا؟ وانا اما ابعت لك عليه حد هيشوف الميل ده غيرك؟ يبقى انا اما ابعت لك عليه اي معلومه يبقى انت مطالب ان انت ايه؟ تكون ملتزم بيها. خلاص؟ طيب الميل ده هو عباره عن ليه استخدامات كتير معانا، عشان كده مهم جدا لازم تعرفها معانا. ايه هما؟ طبعا هو الميل ده متقسم حاجتين، ده ستودنت كود، الكود الطالب اللي هو 24B مش عارف كام، والجزء الثاني ده الدومين بتاع الانستيتيوت او الفاكولتي بتاعنا. تمام؟ انا هستخدم الميل ده في ايه؟ هستخدم الميل ده في كذا حاجه. اول حاجه سند اور ريسيف ايميل، يبقى انا مش عايز حد
يبعت للأدفايزر بتاعه ميل من الميل الرسمي من الميل الشخصي. خلاص بقى انسى الميل الشخصي، انا مش هتعامل معاك فيه، انما هستقبل اي ميل منين؟ من الاوفيشال ميل بس. اي ميل هتبعته من ميلك انت مش هيتبص عليه اساسا. خلاص لازم يبقى، عشان يبقى رسمي لازم يبقى منين؟ من الميل اللي هو 24 بي كذا. طيب ايه تاني؟ هدخل بيه على حاجه اسمها الاي ام اس. ايه الاي ام اس ده؟ انفورميشن مانجمنت سيستم. ده السيستم اللي انت هتدخل عليه هتسجل منه، هتشوف عليه درجاتك، هتشوف عليه كل ما يخص العمليه التعليميه بتاعتك والفلوس، يعني الحاجه الاداريه الخاصه بالتعليم، الفلوس اللي عليك هتدفع من هنا، يعني ده السيستم ده مهم جدا. طيب هدخل على حاجه ثانيه اسمها ال ام اس، ليرنينج مانجمنت سيستم. والليرنينج مانجمنت سيستم ده اللي ده السيستم اللي هينزل عليه، انا الدكتور مثلا عايز انزل لك اساينمنت، عايز انزل لك ماده علميه، عايز انزل لك اي حاجه، مش هنزلها لك على الاي ام اس، هنزلها لك فين؟ على ال ام اس. يبقى لازم هتابع الاي ام اس، ولازم اتابع مين؟ ال ام اس، وهنشوف دلوقتي. وطبعا ايام كورونا وساعات بنعمل بنحتاج حاجه اونلاين، فبندخل بيها على حاجه اسمها مايكروسوفت تيم، اللي هو بنبدا نعمل عليه محاضرات اونلاين، بس طبعا ما يحصلش دلوقتي بعد كورونا. طيب الميل ده هيتبعت ازاي؟ لازم في طريقه ثابته لكل الناس عشان تبعت بالميل. اول حاجه اي ميل فيه تو وسي سي وبي سي سي. تو لمين؟ تو ده يعني انت هتبعته لمين؟ انت عايز تبعت الميل ده لمين؟ ما احنا هنبعت لاي حد، بس انا دلوقتي بتكلم على مين؟ انا اسهل حاجه دلوقتي اللي انا هبعته لمين؟ للادفايزر بتاعي. تمام؟ يبقى تو انا هبعت الميل للادفايزر، يبقى هكتب هنا الميل بتاع الادفايزر. سي سي يعني ايه سي سي؟ يعني اللي انا عايز، انا مش موجه لك الميل بس ايه، عايزك تبقى عارف اللي انا ايه وجهت الميل لحد. يبقى انت عايز بتبعت الميل للادفايزر بتاعك، وحط حطينا انا كفريشمان كوردينيتور سي سي. طيب كل ميل ما ينفعش الا بسبجكت، لازم تكتب السبجكت بتاعك، عايز اعمل ويزدرو، يبقى هتكتب لي ويزدرو كيس مثلا. ابقى انا من بره انا عارف ايه اللي جوه الميل. تمام؟ يبقى اذا تو سي سي وتكتب السبجكت بتاعك. طيب انا هعرفك، انا شفت الميل بتاعك وكل حاجه، بس محتاج اللي انا ايه؟ اعرف بيانات عنك اكتر. يبقى لازم هتبدا الميل بتاعك ده حاجه ثابته باسمك والاي دي والبروجرام. انا كذا، الاي دي بتاعي كذا، البروجرام بتاعي كذا. بعد كده اكتب اللي انت عايزه. خلاص؟ خلي بالك السبجكت مهم، الاسم والاي دي والبروجرام مهم، بعد كده اكتب اللي انت عايزه. خلاص؟ يبقى اذا من الاول انا عارف ايه اللي هيبقى موجود جوه الميل ده. طيب زي ما قلت لك انا بستخدم الميل في اللي انا هبعت واستقبل ميلات. ايه تاني؟ اللي انا ادخل على حاجه اسمها انفورميشن مانجمنت سيستم، اللي هو زي ما قلت لك الخاص بالشؤون الاداريه معانا. اما تدخل على الانفورميشن مانجمنت سيستم هيطلع لك الشاشه دي، هتكتب الاي دي بتاعك والباسورد، وبعدين ده الصفحه بتاعتك. اول ما تكتب الباسورد واليوزر نيم هيطلع معاك الشكل ده. ماي كورسز، انت دلوقتي لسه ما سجلتش حاجه، فما فيش عندك كورسز، وقت ما هتسجل هيبان لك هنا الكورسات اللي انت ايه اللي انت مسجلها. تمام؟ ماي سيرفيس، بروفايل، حاجات كتير قوي. تمام؟ ماي سكادولز، ماي نيوز، تريننج، كل الكلام ده موجود معانا. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ اول حاجه انا عايز اعملها اعمل ايه؟ انا عايز اسجل. التسجيل ده خدمه ولا مش خدمه؟ خدمه. يبقى الاقيها فين؟ في ماي سيرفيس. يبقى انا هدخل على الاكونت بتاع الاي ام اس، بعد كده ادخل على ماي سيرفيس اهي، هيطلع لي الشاشه دي. الشاشه دي زي ما انت شايف فيها حاجه اسمها كورس ريجستريشن. يبقى انا هدخل هنا وابدا اعمل ايه؟ كورس ريجستريشن. طيب وابدا ادوس عليها، هيطلع لي الشاشه دي. الشاشه دي فيها مجموعه من الايتمز. اول حاجه فوق اللي هي فاضيه دي، ده هيطلع الاسم بتاعك والاي دي، بس انا مسحه. خلاص؟ طيب تحتيها في ايه؟ تحتيها اقرا كده مكتوب الادفايزر، مكتوب اسم الادفايزر بتاعك والميل بتاعه، عشان ما تجيش تقول لي انا مش عارف الميل بتاع الادفايزر ايه. خلاص؟ يبقى تحتيها اهو في اسم الادفايزر والميل بتاعه. تمام؟ تحتيها في ايه؟ فيها البوكس اللي هناك ده، هتكتب فيه كود الماده،
هتبدأ تظهر لك وتبدأ تعمل ايه. طبعا احنا لسه مش فاتحين التسجيل فمش ظاهر الكلام ده. وقت ما يبدأ التسجيل يفتح هتلاقي جنب كود المادة دي هتلاقي جنبها ايه؟ اد. مجرد ان انت هتدوس اد يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا طلبت اللي انا اعمل ايه؟ اسجل المادة دي. حلو؟ ده كده في عملية التسجيل. طيب احنا دلوقتي ان شاء الله التسجيل بتاعنا، ركز في اللي انا هقوله، احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني متوقع ان تنسيق الاي جي يطلع، فاحنا بالتالي هيبقى مشغولين جدا في استقبال بتوع الاي جي. فحسب نتيجة التنسيق فاحنا ممكن نعمل تسجيلنا حد واثنين او ثلاث واربع، هبلغه على الجروب. خلاص؟ يعني انا هرتبط، بس انا عايز الوقت البعيد عن الناس بتوع الاي جي. فبالتالي يا حد واثنين يا ثلاث واربع، هبلغه على الجروب بتاعنا. طبعا هتكون موجود هنا وهتكون عامل الكلام ده، هقول لك المواد اللي انت هتسجلها هي ايه. دي ده جدول بيبين لك المواد اللي انت هتسجلها، هنزله لك على الجروب برضو بتاعك فمش محتاج تصوره. ده بيعتمد على ايه؟ على البرنامج والمواد. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا هنبدا تخصص من اول ترم، فبالتالي في مواد مشتركه بين كل البرامج وفي مواد مختلفه. تمام؟ انا دلوقتي مثلا تخصصي لاندسكيب عشان دكتور محمد موجود. صح كده دكتور محمد؟ تخصصي لاندسكيب، هسجل ايه؟ هسجل ماده اسمها ماس 1، هسجل ماده اسمها فايبريشن، هسجل اربع مواد هناك اهم في التخصص بتاعه او ثلاث مواد في التخصص. لو انا سجلت كوميونيكيشن مثلا رابع ماده، هتلاقيني بسجل ماس 1 وستاتكس والكتريستي ودروينج وماده اي اس يو ومادتين في الاخر. تمام؟ يبقى كل برنامج ليه المواد بتاعته اللي انت هتعمل ايه؟ هتسجلها. الجدول ده هنزله لك على الجروب بتاعك عشان لما نيجي نقول لك هنفتح التسجيل هتدخل بالطريقه اللي احنا قلناها، تبدا تعمل ايه؟ تبدا تعمل اد للكورسات دي. خلاص؟ انت ما تعمل اد بيجي لك انت كده، معناه ان انت عملت ريكويست. مين اللي هيوافق لك على التسجيل؟ الادفايزر بتاعك. طب انا هعرف منين اللي انت عملت الكلام ده؟ انت عملت اد دلوقتي للكورسات دي، هعرف منين انا كادفايزر اللي انت عملت الموضوع ده؟ يبقى بعد ما اخلص تقوم باعت لي ميل من الاوفيشال ميل بتاعك تقول لي ايه؟ بليز اكسبت ماي ريجستريشن. هبدا اراجع الريجستريشن بتاعك، ماشي زي الخطه بتاعتك او زي البرنامج، هعمل لك ابروف. مش ماشي هقول لك لا تعالى الماده دي انت ليه؟ احنا قلنا الماده دي مش تبع البرنامج بتاعك. خلاص؟ يبقى ده كده نظام التسجيل بتاعنا. قبل ما تيجي يوم التسجيل بنقول لك هنا لازم تكون عامل الكلام ده في البيت. تيجي هنا ناكد عليه بس واحنا ايه؟ موجودين. طيب السيستم الثاني حاجه اسمها ليرنينج مانجمنت سيستم، وزي ما قلت لك ده خاص بالماده العلميه. عايز انزل كتاب، عايز انزل شابتر، عايز انزل سلايدز، عايز انزل اي حاجه، اعمل ايه؟ قال لي بكل بساطه هقوم داخل على الليرنينج مانجمنت سيستم، هيطلع لك شاشه بالشكل ده برضو، هتدخل بالاي دي الميل والباسورد بتاعك، وبعدين يبدا بقى لما تدخل هيبدا يجيب لك الكورسات اللي انت ايه مسجلها، هتدوس عليها دبل كليك وتبدا تدخل جوه الكورس بقى تشوف المواد اللي هو ايه؟ الماده العلميه اللي هي موجوده. ما انا كنت ادفايزر يا دكتور محمد بتابعها. خلاص؟ فبالتالي ده الليرنينج مانجمنت سيستم. يبقى ده الاي ام اس خاص بالامور الاداريه، نتائج وجدول الامتحانات، وفي حاجه في الامتحانات بنعملها كيو ار كود والكلام ده كله لما يجي وقتها هنقول لك عليها في الاي ام اس. ال ام اس اساينمنتس كويزز اي حاجه من دي بتبقى على ال ام اس. تمام؟ من الحاجات الثانيه الميل، الميل بيبقى من الاوتلوك مش من مش ياهو ولا اي حاجه، لازم تدخل على الاوتلوك عشان تبدا تشتغل على الميل. انا كده بالنسبه لي انا اديتك بريف كامل عن التسجيل، عن السيستمز اللي هنشتغل بيها، عن الامور اللي تخصك في اللائحه. اي حد عنده سؤال انا هبقى موجود طول اليوم. تمام؟ انا هخلص وهنزل اقعد. فاللي عايز يسال اي حاجه براحتكم جدا، وهنمشي البرنامج بتاعنا ايه؟ زي ما هو ان شاء الله الناس تبدا تتكلم وانا موجود معاكم انا والدكتور محمد طول اليوم باذن الله. شكرا يا جماعه.